يا ولد شكلها بتقول نجوم، بس هي ولا مسها وهي بره. عسل انت، ايوه كده، 100 كده. رقم 31 صعب ان يتنسى يتبعت. انت بس اتفرج على الجوده وشوف، وبعدين ابقى مش هتحتاج الكلام ده. انت بس نزلهم على اليوتيوب وان شاء الله يبقى. انا عليها اول ما اروح على طول، اول ما هو جاهز على النت، مجرد ان افتحه بس من الكمبيوتر اتحمل على النت وكل حاجه، يعني مش هعمل وخلص مونتاج وكل حاجه.
من كاميرا حبيب قلبي الله يخليك الله يستر ماشي انا معاك ماشي كنت عايز اكمل هنا بس لقيت الدنيا بايظه بالنسبه لنا ما عملش على اي ضغوط تحسين ألف سلامة يا بطل Thank you.
ماشي كده. لعيب بس لو لبست. أربعة لازم الكرة تيجي جون. أربعة يلا بالشمال. أيوة كده أيوة كده هو كده. أربعة تنفار. أربعة لازم الكرة تيجي جون. أربعة يلا بالشمال. أيوة كده أيوة كده هو كده. أربعة تنفار. خمسة صفر رقم اتنين ده. خمسة صفر. يلا رجاله بس يلا رجاله.
المفروض يتغير بقى وينزل ناس تانيه بقى يجرب ناس تانيه. قول الشرف يا ابني. يا ابني قول الشرف يا ابني. روح يلا اديها له هناك يا رب. حلوه حلوه رفع حلوه. يا سلام يا سلام، اخترت الاصعب انت، اخترت الاصعب. هاي ننزل مع بعض بقى، انا كل شويه اصور انتوا تدخلوا تصوروا مع بعض. اول ما الكره تقف اصوركم على طول. اما الكره تقف بس تعالى اهو. يلا يلا اهو اهو ماشي يا عم. مبسوط؟ يلا يا لعيب يا لعيب يا لعيب لو في الجون. Thank you.
بتلعب يا ابني. يا ولد يا جون، يا ولد يا جون يا لعيب. حلو. يعني
عادي يشوط. أربعة وسايبين الفرقة ورا. ارجع يا عمر، ارجع يا عمر. ستة صفر لعيب يا ابني والله. تعالى عسكري خد. رقم كام ده؟ 15. لعيب لعيب. يا ولد يا ولد، لمساتك حلو، لمساتك حلو مع انك صغير. عرض لك اهو الراجل، عرض لك. تعالى
مش حد وراك. خد بالك يا اخي قبل اللي جابك مش عارف كده ايه الله هم فاهمين ده انا عم بقى ده تعبان يا اناني ده ده اناني اللي بيحب يشوط صوي انت كنت خدت فاول احسن برافو حق بص انا معاك اهو شايف بص زي الله ينور Thank you.
يا جدعان ايه ده يا جدعان؟ انتوا شبهت جوان ولا ايه؟ مستاهل يا جدعان الكلام ده؟ مش مستاهل الكلام ده؟ هو عشان يضيع كونتراكت كل الكلام فريح شويه عشان المدرب ما يزعلوش. المدرب ايوه ايوه جوه الجول جوه مش عايز تخش ايوه ايوه جوه الجول جوه مش عايز تخش ايوه ايوه جوه الجول جوه مش عايز تخش جوه الجول برافو حق حسبها جول حسبها جول الريس بقى مشاور جول كده 7-0 النتيجة تقيلة قوي 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 جوه الجول برافو حد حسبها جول حسبها جول الريس بقى مشاور جول كده 7-0 النتيجة تقيلة قوي 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 يلا يا عسيف سبعة عسيف صاحبك ما تجريش انت التيكان يلا فرجني بقى ارفع حلو كده بقى فرجني يا واد يا باك يا لعيب يا رقم 2 يا واد يا باك يا لعيب يا عفان عدي بقى انت بس كلمت الله هات الموضوع ماشي يا ولد يا ولد يا ولد حلو احسن واحد فيهم انا قايل كده من زمان اقسم بالله من اول ماتش يا ولد يا ولد يا ولد حلو احسن واحد فيهم انا قايل كده من زمان اقسم بالله من اول ماتش شوطه جميله جدا 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 كده 7-1 هاي يا ولد عمر عمر
7-1 هيطلع هنا في المونتاج. ياخد وقت. لا لا بعيد دي. ده هو اللي جاب الجول، ده هو اللي جاب الجول، الواد اللي نزل في الشوط الثاني ده هو. 26 ده ولا 26 ده. انت لعيب، انا بقول عليك انت لعيب. غاوي شوط ده اللي غاوي شوط ده. الملعب
الثاني والمباراة نتيجة 7-1 لصالح لافينا على أسوان مواليد 2008 بطولة الجمهورية ألف. تعال بص كده شوف اللي عليه اللي من الجدار ده بص هنا بص انت شوف اللي عليه فين كده فين اهو بس انا مقرب المسافه هنا ايه خالد خالد اللي هو اللي هو واحد هو على الرقم اهو كده اهو اهو بسرعه يا ادم وليد وابو وليد وبني شويه خد مين قول لي الفوز حلو. انا احب اصور للفريق بيفوز. لكن لما اصور للفريق بيبقوا زعلانين وما يعرفوش ان الكاميرا شغاله كل ده. انا افاجئهم بيها. اخليهم يجيبوا لك وشهم من المدى ايه؟ كابتن ياسر كابتن ياسر جايب المصورات هيصوروا هم كابتن ياسر هو تلاقي هو مصور هيصورها مصور مخصوص هم عايزين صور مش عايزين فيديو هم بيحبوا الصور للاسف اللعيبه بتحب الصور مش في مخ الفيديو خالص فهو ممكن هيوقفها عشان عدلت الشمس معاه هو بتشتغل معاهم لسه مش كده؟ مش هجيبه بعد كده الموبايل